بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أسعد الله أيامنا وأيامكم وجعلها إن شاء الله كلها أعيادا وأفراحا لحق محمد وآل محمد. السؤال الذي نطرحه في هذا اليوم: متى يجب إخراج زكاة الفطرة؟ متى تجب زكاة الفطرة؟ يقول سماحة السيد الله يحفظه: قال تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد، يعني بمجرد أن يؤذن أذان المغرب من ليلة العيد، هنا في هذه الحالة تجب زكاة الفطرة. قال تجب بدخول ليلة العيد على المشهور، ويجوز تأخيرها إلى الزوال من يوم العيد. يوم العيد إما نسأل سؤال، إما أن يصلي المكلف صلاة العيد وهي مستحبة أو لا. إذا كان يصلي صلاة العيد فالأحوط لزوماً أن يخرجها قبل أن يصلي صلاة العيد، أما إذا كان لا يصلي صلاة العيد فيجوز له أن يؤخرها إلى الزوال. الزوال يعني أذان الظهر. لاحظوا أعزائي المسألة، قال ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد. لمن لم يصلي صلاة العيد، الذي لا يصلي صلاة العيد بإمكانه أن يؤخرها إلى الزوال، يعني إلى أذان الظهر، باعتبار لا يصلي صلاة العيد وهي مستحبة صلاة العيد. والأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها، الذي يصلي صلاة العيد الأحوط لزوماً أن يخرجها زكاة الفطرة قبل أن يصلي صلاة العيد. وإذا عزلها جاز له التأخير. بعض الأحيان واحد ينتظر فقير، يقول أنا ما عندي فقير، فشي يسوي؟ يعزلها يعني يضعها في مكان ويعزلها. قال وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان الانتظار فقير. العزل إما أن يكون اعتباطا من دون سبب يعني، وإما أن يقول أنا لم أجد فقيرا، أنتظر فقير بالبلد مالتي من أشوف أنطيه إياه. فيجوز العازل لأجل البحث عن الفقير، لا إشكال في ذلك. فإن لم يدفع ولم يعزل، لا دفع الصبح يعني من الصباح إلى الزوال ما دفع ولم يعزل، هنا في هذه الحالة لا تسقط عنه بل تبقى بذمته، تبقى بذمته. فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس، يعني حتى أذن أذان الظهر، لم تسقط عنه على الأحوط لزوما بل تبقى بذمته، فيجب عليه أن يدفعها، فيجب عليه أن يدفعها. ثم يقول ولكن يؤديها بأداء أم قضاء؟ لا، ولكن يؤديها بعد إذ بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء أو القضاء، يعني وراء أذان الظهر بعد راح تصير بنية القربة المطلقة، لا أداء ولا قضاء. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ويرحمنا برحمته الواسعة، وأن يعيد إن شاء الله شهر رمضان علينا باليمن والخير والبركة، إنه سميع مجيب الدعاء. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.